حدثت هذه القصة في قديم الزمان قبل ظهور الإسلام في مدينة من المدن التي كفرت بأنعم الله فعبدت الأصنام. فذات يوم خرج أهل هذه المدينة ليحتفلوا بعيد من أعيادهم التي يتقربون فيها إلى أصنامهم بالذبائح وغيرها. ما الذي أقعدك هنا وحدك يا صاحبي؟ ولماذا لا تشارك الناس حفلهم وتتقرب معهم إلى الأصنام المقدسة؟ أنا أنت ماذا؟ لا تكتمني سرا فأنا صديقك. أصارحك يا صديقي بأن نفسي تنكر كل ما يفعلونه، ولم يخلع عقلي يوما بهذه الآلهة التي يعبدونها. ماذا تقول؟ هذه هي الحقيقة، ولقد سألتني أن أصارحك فأرجو ألا تروح بسرا لقومنا فيقتلوني أو يعذبوني. ما الذي يضحكك؟ والله يا صديقي إنني مثلك، فما جئت إلى هنا إلا فرارا بديني من هذا الضلال المبين. وأنت أيضا؟ ولست أنا وحدي، فلي أصحاب آخرون يرفضون الوثنية مثلك ويكرهون عبادة الأصنام. ماذا تقول؟ وأين أصحابك هؤلاء؟ أريد أن أراهم وأصاحبهم ليسدوا من أزري ونعبد الله وحده لا شريك له. سأعرفك بهم، ولكن قل لي كيف اهتديت وحدك إلى عبادة الله الواحد الأحد؟ وكيف لا أهتدي إليه وآياته تملأ الكون من حولي؟ الحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قم معي أعرفك بأصدقائي. انهضوا يا إخوتي، قوموا نفر بأرواحنا. ماذا جرى؟ ومن أي شيء نفر؟ لقد علم الملك بأمرنا وافتضح عنده ديننا، فثار وغضب وأقسم أن يقتلنا إن لم نعد إلى دينه. والله ما نعود إلى الوثنية وعبادة الأصنام بعد أن هدانا الله إلى الدين الحق. علينا أن نسرع بالفرار، لقد أرسل الملك رسله يبحثون عنا في كل مكان. يا إلهي، ماذا سنفعل؟ أين سنختبئ؟ انظروا، هؤلاء جنود الملك قد جاءوا. لقد أحاطوا بنا من كل مكان. حسبنا الله ونعم الوكيل. حاولتم ستر أمركم وكتمان دينكم فلم تفلحوا. اعلموا أنه ما من شيء يحدث في هذا البلد إلا وهو خاص به علما. لقد خرجتم عن ديني إلى دين لا أدري من أين جئتم به، والعجيب أنكم من أشراف القوم ومن خير أبناء الناس. أخبروني، من الذي أرشدكم ودعاكم إلى هذا الدين الجديد؟ الله هو الذي هدانا إلى دين الحق. من السهل علي أن أترككم للناس فيفتكوا بكم، لكني سأمنحكم الفرصة لتراجعوا أنفسكم. اذهبوا الآن فقلبوا أمركم على كل الوجوه لعلكم ترجعون إلى ديننا، على أن تأتوني في الغد لأنظر في أمركم وأفصل في قضيتكم. أما وقد علم الملك بأمرنا فلا مقام لنا في هذا البلد. إلى أين سنذهب؟ هناك في خارج المدينة جبل فيه كهف نختبئ فيه، فهو رغم إظلامه وضيقه أطيب وأفضل من هذه المدينة التي لا يعبد الله فيها. إذن هيا بنا. ما بال هذا الكلب يتعلق بنا ويمشي وراءنا؟ لا بأس بأن يرافقنا ليحرسنا عند باب الكهف. يا فتية قد آمنوا بالله رب العالمين، إني رفيق مخلص سيروا أمامي أجمعين، سيروا جميعا آمنين، إني أنا الكلب الأمين، أنا الوفي أنا الصديق، أنا الأمين أنا الرفيق، أنا المصاحب والصبور، في صحبتي يحلو الطريق.
حيث الصفاء نجد النفوس مع النقاء والله يهدي من يشاء رباه يا نعم المعين تد خطاهم أجمعين. وما زال الفتية في سيرهم حتى انتهوا إلى الكهف ليقيموا فيه مفارقين أوطانهم مهاجرين بدينهم. فجلس الكلب عند مدخل الكهف ليحرسهم، أما الفتية فدخلوا الكهف ثم استلقوا على الأرض ليستريحوا من تعب الطريق، وما لبثوا أن راحوا في نوم عميق. ونامت عينكم وأنام وحدي دونكم، لكن قلبي سابح في الذكر مثل قلوبكم، والله يحفظ خلقه المحسنين المتقين. يا فتية قد آمنوا لله رب العالمين. تعاقب ليل بعد ليل ونهار وراء نهار، والفتية المؤمنون في نوم عميق لا تزعجهم الرياح ولا يوقظهم قصف الرعود. والشمس إذا طلعت تميل وتبتعد عنهم بوحي الله ذات اليمين وذات الشمال، حتى لا تسقط أشعتها على وجوههم فيستيقظوا، وحتى لا تحرق أبدانهم وثيابهم. ومرت السنون تلو السنين وهم نيام لا يشعرون، ولو أن أحدا نظر إليهم وهم على هذه الحال لفر منهم رعبا وخوفا. يا فتية قوموا نسبح للإله ونوحد الله المعظم في علاه، نمتم قرونا يا رفاقي في الورى، فاسألوا الإله الرب خيرا أو فرا. يا فتية قوموا نسبح للإله. أظن أننا نمنا طويلا، فما تظنون يا رفاقي؟ لا، لقد رقدنا في الصباح وها هي الشمس لم تغرب بعد. إذن فقد نمنا بعض الوقت. دعكم من هذا الجدل، المهم أن يذهب أحد إلى المدينة بهذه الدراهم ليشتري لنا طعاما، واحذروا أن يشعر بنا أحد من رجال الملك فيبلغه ويرشده عن مخبئنا. خرج أحد الفتية إلى المدينة يلتمس الطعام وهو خائف حذر، ففوجئ ما طرأ على معالمها من تغيير كبير. هذه البيوت كيف بنيت بين يوم وليلة؟ وهناك كانت توجد بيوت، أين اختفت؟ وهذه الوجوه التي لم أراها من قبل، من أين جاءت؟ وتحير الفتى وارتبك، ورآه الناس فنظروا إليه مندهشين من هيئته العجيبة وملابسه الغريبة. يا إلهي، من أي البلاد أنت؟ ها؟ م- 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 من هذه المدينة يا سيدي. لا، لست من هنا، فشكلك غريب وملابسك غير مألوفة لنا. ما عليك؟ عن أي شيء تبحث؟ أبحث عن طعام أشتريه.
امضي معي أدلك على مطعم قريب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا فتى غريب يريد أن يشتري طعاما من عندك. تخير ما تحب من أنواع الطعام. هذه دراهمي يا سيدي، خذ منها ثمن الطعام. يا إلهي، ما هذه الدراهم؟ إنها دراهم أثرية قديمة، كانت تستعمل أيام حكم الطغاة الذين أباد الله ملكهم ومن علينا بنعمة الإيمان بالله. لقد مضى عليها أكثر من 300 عام. ماذا تقول يا سيدي؟ 300 عام؟ يا الله، كيف حدث ذلك؟ من أين أتيت بهذه النقود؟ أهو كنز عثرت عليه؟ قل ولا تخف. واجتمع الناس على الفتى وهم من حاله متعجبون، وأخذ هو الآخر يتعجب مما يسمع ولا يكاد يصدق أن حكم الظالمين قد زال، وأن الناس قد صاروا مثلهم مؤمنين موحدين بالله، وأنه وباقي الفتية قد ناموا في الكهف أكثر من 300 سنة. وتأكد للفتى أن دين المدينة قد تغير، وعهد الوثنية وعبادة الأصنام قد انتهى، وأن الناس وملكهم صاروا جميعا مؤمنين بالله الواحد الأحد. إذن فهم الفتية الذين هربوا منذ أكثر من 300 سنة من ملكهم الظالم. نعم، وطالما بحث عنهم ولكن لم يعثر عليهم. وسمع الملك المؤمن بأمر أصحاب الكهف ففرح لهذه المعجزة، وهلل الناس في المدينة فرحين ومكبرين، ودعاهم الملك إلى الإقامة عنده في قصره تكريما لهم. شكرا لك أيها الملك، ولكن ماذا نطلب من الحياة وقد مات أولادنا وأحفادنا وأزواجنا وجميع أهلنا؟ وتوجه الفتية المؤمنون إلى ربهم بالدعاء أن يختارهم لجواره وأن يشملهم برحمته، فتقبل الله دعاءهم وقبض أرواحهم، وبقيت قصتهم على مر الأزمان آية من الآيات الدالة على قدرة الله على البعث، وهم إذا ذكروا ذكر معهم كلبهم الذي صاحبهم فأنامه الله معهم في الكهف 309 سنين.